دولة قانون ونخضع للقانون، وقوانين الجمهورية تطبق من قبل القضاء ومن قبل كل المؤسسات الدولة. وإن الإصلاحات التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية بالنسبة خاصة لترقية حقوق الإنسان، قطعنا أشواطا كبيرة جدا فيها، وكانت باستمرار بموجب التعديلات التي وقعت على قانون الإجراءات الجزائية. وقلت مرارا وتكرارا أن كل هذه الإجراءات التي تم تعديلها في قانون الإجراءات الجزائية منذ سنوات ترمي إلى ترقية حقوق الإنسان، بحيث تكون الرقابة الفعلية من قبل القضاء على أي ممارسة من أي مؤسسة كانت تتصرف خرقا للقانون أو مساسا بحقوق الإنسان. إصلاح قانون العقوبات ومبرمج في الروزنامة لتعديله وإصلاحه تماشيا مع كل الإصلاحات التي وقعت على المنظومة التشريعية في البلاد، وخاصة كما قلت الإصلاح الذي وقع على محكمة الجناية، فسيتبعه إصلاح لقانون العقوبات، بحيث أن بعض الجرائم التي كانت توصف بالجنايات ستجنح، وطبعا بعض الجنح التي هي الآن توصف